في فلسفة الاستثمار اللاعبين المواهب واستقطابهم شباب وبيعهم بأسعار كبيرة وتعويض الخسائر، يمكن تكون نادر أنك أنت تجد نادي يحقق كل هذا في سنة واحدة، أنك تحقق أرباح 400% أو أكثر في صفقة انتقال وتطوير طالت أو دامت لمدة سنة واحدة. للحديث عن هذا المحور ينضم لي الآن من مكة عبر سكايب زميل سلطان اللحياني. سلطان، رحب فيك مباشرة. كيف استطاع الميريا الإسباني تطوير لاعب خلال سنة واحدة والقفز بقيمته السوقية إلى أكثر من 400%؟ أول شيء مسي عليك أخوي سلطان، ومسي على المشاهدين والمستمعين، ومسي على الزملاء اسمه الأكارم عندك. بالنسبة للصفقة أعتقد أنها حديث مهم في الميركاتو الصيفي بشكل عام على مستوى أوروبا. نتكلم عن الميريا واستثمار بهذه القيمة، بهذا القيمة الكبيرة على مستوى دوري الدرجة الثانية الأسباني كأكبر قيمة في تاريخ هذا الدوري، كذلك حتى على مستوى الدوري البرتغالي كأكبر قيمة في عملية استقطاب، توضح لك الآلية اللي انتهجها هذا النادي بالنسبة للميريا من لحظة امتلاكه من مع المستشار في اليوم التالي. تحدث المدير التنفيذي لهذا النادي لأهداف هذا المشروع بشكل عام، وكان أهم وأول الأهداف أنه استقطاب مواهب بمعدل عمر صغير جدا واستثمارهم في عملية بيع عقودهم، وهذا ما حصل مع اللاعب نونيز. نتكلم عن لاعب نونيز أو نتكلم عن تاريخ نقل الملكية، نتكلم عن آخر الفترة الصيفية العام الماضي، تقريبا باقي 10 أيام انتقلت الملكية لمعالي المستشار. كان أغلب نجوم الفريق، نتكلم عن مهاجمين قبل الموسم اللي قبل كانوا هدافين الفريق، انتقلوا من هذا النادي. نتكلم عن الفارو خيمينيز، وكذلك عن خوان كارلوس. كل لاعب سجل الفارو خيمينيز 20 هدف، خوان كارلوس 10 أهداف، انتقلوا قبل عملية الامتلاك. هنا نظرة المشروع بشكل عام في استقطاب مواهب في المراكز التي يحتاجها الفريق، وفي المراكز اللي يعوض فيها الغيابات من 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 13 صفقة في الفترة الصيفية وسبع صفقات في الفترة الشتوية. نافس على مركز الصعود من مركز سابق عاشر على مستوى الدوري إلى مركز رابع، ومنافسة كبيرة توضح لك القيمة الكبيرة لهذا النادي والأهداف اللي موضوعة. أهمها زي ما ذكرنا عملية الاستثمار، واللي هذه الصفقة وضحت لك القيمة الكبيرة لهذا النادي في تطوير المواهب، وأكبر دليل هذا الموهبة. وفي مواهب كثيرة، نتكلم عن معدل أعمار لا يتجاوز 26 عام، أكثر من 20 لاعب أقل من 20 سنة. كل هذه الأمور توضح لك الهدف من هذا المشروع اللي من خلاله بنى معالي المستشار، واللي نتمنى بإذن الله أن يكون الموسم القادم موسم نجاحات على مستوى الاستثمارات زي ما حصل الآن، أو على مستوى الصعود للليغا بإذن الله الموسم القادم. طيب زميل سلطان اللحيان الناقد الفني للبرنامج، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة معنا في هذه الجزئية التي تخص نادي الميريا وأكبر صفقة شهدتها أندية الدرجة الثانية في إسبانيا.